ام سيما، ام سيما تعالي هنا، ما تخافيش، تعالي على الملك ترضات، قربي مني، ما تسيبينيش لوحدي عشان انا بخاف. هوني على نفسك يا مولاتي، كل الكهنة والأطباء حاولوا معي لكن يظهر ما فيش أمل في شفاء. الصبر الصبر يا مولاتي. أصبر لحد إمتى؟ ده بقالي شهور على الحالة دي، خلاص مفيش أمل. الأمل عند إله المسيحيين. أنت بتقولي إيه؟ إديني الأمان يا مولاتي. اتكلمي. أنا متأكدة إن واحد بس هو اللي هيقدر يشفيه. قصدك مين؟ اسمه غريغوريوس، كان رئيس الجيش والملك طرداد كان بيحبه قوي، لكن لما عرف انه مسيحي حاول يبعده عن ايمانه وعذبه كتير، عذبت فوق احتمال البشر. ولما فضل على ايمانه رماه في السجن وامر جنوده ان هم يمنعوا عنه الاكل والشرب لحد ما يموت. والكلام ده حصل امتى؟ من 15 سنه تقريبا. 15 سنه؟ وازاي قدر يعيش المده دي كلها وانت بتقول ان ما كانش في حد بيديله اكل ولا شرب؟ ما هي امي كانت تعرفه، وبتدبير من ربنا وصلت لفتحة صغيرة في ظهر السجن كانت بتوصل له منها الأكل والشرب كل كام يوم. وقبل ما تموت حكيت لي حكايته ووصتني عليه، ومن ساعتها أنا اللي بودي له الأكل والمية. أنت مسيحية؟ مولاتي جلبتك وعدتيني بالأمان. ما تخافيش، بس تفتكري الراجل ده هيقدر يشفي جوزي؟ أنا ما عنديش شك في كده، أكيد أكيد بقوة ربنا هيقدر يشفيه. يا مولاي ودني، يا مولاي ودني. لما أمرك بحاجة يبقى لازم تنفذ وفي الحال، فهم؟ هو إيه بس يا مولاي طلبته منه وأنا منفذتوش؟ لما الملك درطاد يأمرك بإنك تجيبها الحجرة الملكية يبقى تجيبها وبالقوة. يا مولاي وأنت طلبت مني حاجة وما جبتهاش، هي مين بس اللي عايز مني أجيبها؟ قريب سيما، قريب سيما يا مستشار الشؤم. قرب سيما؟ مين قرب سيما؟
جلالة الإمبراطور المعظم. إيه اللي وراك؟ كل خير يا مولاي. أنا تفقدت أحوال المملكة بنفسي، والاضطرابات اللي كانت موجودة خلاص ما عدلهاش وجود يا مولاي. ونشكر الآلهة إن الشعب كله وافق على الضريبة الجديدة بدون تذمر أو اعتراض. اسمع يا مستشار الكآبة، أنا النهاردة مش فايق للكلام في السياسة ولا في أحوال الشعب. طب واجتماع التجار يا مولاي؟ يتلغي، يتأجل، إلغي أي اجتماعات. أنا عايز أبقى لوحدي في هدوء. بس أنا ما يرضنيش أشوف جلالتك حزين وقف ساكت. لو في إيدك حاجة اعملها يا مستشار الكآبة. جرابي عمره ما يخلى يا مولاي، بس جلالتك تؤمر. أنا خايف أكون بتجاوز حدودي لو سألتك عن سبب حزنك. أنا حاسس بملل، حياتي ما فيهاش جديد. الإنسان محتاج للي يحرك أحاسيسه ومشاعره. زوجتك الكريمة ألكسندرا تقدر تقوم بالمهمة دي؟ الحياة الزوجية لما يسيطر عليها شبح العادة والتكرار تتحول الحياة لملل ما فيهاش جديد. كل زوجة من زوجات جلالتك لها طابع مختلف. ما يفرقوش عن بعض. شايف الجمال؟ شايف أصابع الفنان بتعمل إيه؟ رخام، هي فعلا حلوة جميلة، بس يا خسارة ما فيهاش روح. أو أنا حياتي كلها زي التمثال ده، ما فيهوش روح. تعرف انا ينقصني ايه؟ اؤمر اؤمر وانا البي. انا ناقصني السعادة، السعادة في الجمال. انا عايز فتاة جميلة، مش مجرد زوجة للامبراطور. لا، انا محتاج للحب، محتاج للجمال الحي اللي حرك الاحاسيس والمشاعر. اجمل فتيات المملكه تحت امرك يا مولاي. لا افهمني، انا مش عايز فتاه جميله وبس. الفتاه اللي بتمناها لازم يكون جمالها فوق الوصف. انا جات لي فكره هايله. افكار جلالتك اوامر تنفذ في الحال. انا عايزك تدعو امهر الرسامين وخليهم يطوفوا كل انحاء المملكه ويرسموا أي فتاة جميلة صفوها، ولما أشوف اللوحات هقدر أختار أجمل ما فيهم. وقتها هكون متأكد إن اللوحة الجميلة اللي أنا اخترتها هتدب فيها الروح وتتحول إلى ملكة متوجة. أعنا يا الله مخلصنا لكي ننجو بمعونتك من فخاخ العدو المنصوبة لنا. احفظ لنا يا رب تلك النعمة الروحية التي وهبتنا أنت إياها، لأن لك الملك والقوة والمجد من الآن وإلى الأبد. آمين. بسم الآب والإب والروح القدس الإله الواحد. آمين. ربنا يقبل صلواتكم.
قادر يا رب يقبل صلواتنا ويرشدنا لطريق الخير. أمنا أغاثي كانت عايزاكي تقديها في المكتب. شكرا لمحبتك، هروح لها حالا. أمنا يا رب سيمة، أنا ملاحظة إنك بتيجي على نفسك زيادة عن اللزوم. الإنسانة اللي بتسهر طول الليل تصلي وطول النهار بتشتغل زيك لازم تاكل عشان تقدر تقف على رجليها. لكن أنا ما بحسش بأي رغبة في الأكل. أرجوك يا أمي اعفيني من وجبة العشاء، كفاية عليا وجبة واحدة بس في اليوم. الكتاب بيقول لا ترتقي فوق ما ينبغي، ما تقسيش على نفسك. الاعتدال مطلوب في الصلاة والصوم، وما تنسيش إنك دايما عايش على البقول والمية. إرشادك ليا يا أمي بينور لي طريق الإيمان. الرب قادر يرشدنا كلنا لطريق الملكوت. ده صليب القديس يعقوب الرسول، ده عبارة عن جزء من صليب يسوع المسيح، أخدته من أسرتك قبل دخولك الدير على طول، حافظت عليه سنين وكان دايما مصدر بركة وحماية للدير. أظن جه الوقت اللي ردلك فيه الأمانة. ليه أنا؟ صليب الرب يسوع ليه أنا؟ لكن أنا مين عشان أحط خشبة الصليب المقدس حوالين رقبتي؟ أنت أمة العذراء مريم، يحفظك الرب من عدو الخير. أنا اخترتكوا عشان عارف إن أنتوا أمهر رسامين في المملكة، وزي ما أنتوا عارفين محدش بيقدر الجمال زي الفنان. عشان كده عايزكوا تلفوا المملكة بطولها وعرضها، وأي حد فيكوا عينه تقع على بنت حلوة جميلة يرسمها في الحال، الإمبراطور بجلالته في انتظار لوحاتكم. الموضوع ده عايزه يخلص بسرعة، أوام. عارفين الإمبراطور ما بيحبش الانتظار. تقدروا تتفضلوا. بعد إذن جنابك. انتشروا. الإمبراطور عنده أفكار هايلة هايلة هايلة، بس ما بتجيبش نتيجة. إليك رفعت عيني يا ساكن السماء، فها هناك عيون العبيد إلى أيدي مواليهم، وكعيني الأمة إلى يدي سيدتها، وكعيني الأمة إلى يدي سيدتها، هكذا عيوننا هكذا عيوننا إليك يا الله إليك يا الله حتى يتراءف علينا، ارحمنا 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 يا ما امتلأنا هوانا. كده يبقى المبلغ مظبوط، 12 سلة و24 وقت و36 إزازة عطر. بس بنتنا أربسيمة تشد حيلها شوية لحسن الكام عقد اللي عملتهم اتخطفوا في السوق. أربسيمة بتعمل اللي عليها، وربنا دايما بيبارك في عمايل إيديها.
المهم انتي تشدي حيلك معانا وفلوس الحاجات اللي بتتباع توصلنا اول باول. انت عارفه احتياجات الدير. وهو انا اقدر اتاخر؟ ايش بطاله حلوه بس حلاوتها ما تشدش. حرام عليك. معقوله تعيش تودينا في داهيه؟ معقوله الامبراطور يتجوز واحده مناخيرها بالطريقه دي؟ يخلق من الشبه 40. حلوة جميلة فيها حاجة مش غريبة عليا. هي فيها حاول بس مش ملحوظ. لا ملحوظ اللي انتم مش قادرين تفهموه ان الامبراطور مش هيقتنع باي واحدة جميلة والسلام، لأنه ضيع عمره يتعبد في محراب الجمال. بمعنى اللي هيتحرك لها قلبه لازم تكون على درجة كبيرة جدا جدا من الجمال المبهر، تخطف له عينيه بمجرد ما يشوفها. مش جايب لي واحدة عينيها مخطوفة؟ لو سمحت لي يا معالي المستشار. ها عايز تقول ايه؟ أنا شايف إننا مش محتاجين نلف المملكة وندور على أجمل الجميلات لأن مكانهم معروف. مش فاهم قصدك. دير الرهبات معروف لكل أهل المدينة أن المكان ده بيعيش فيه أجمل الفتيات العذارة، وأنا متأكد أننا هنلاقي طلب الإمبراطور المعظم جوه الدير. تفتكر؟ حياة الزهد والتعبد بتزيدهم جمال على جمالهم للدرجة دي؟ الدير في المدينة ومعاليك ممكن تتأكد من كلامي بنفسك. فكرة مش بطالة، أنا هاجي معاكم بنفسي. عارف لو كلامك طلع مظبوط ولقينا اللي بندور عليه ليك مكافأة كبيرة قوي. أنا يكفيني رضا معاليك عليا. تقدر تتكلم معايا؟ المسألة مش محتاجة كلام، احنا مش هناخد من وقتكم كتير، ساعة ولا اتنين والرجالة يخلصوا مهمتهم ونمشي. مهمة ايه اللي جايين تقوموا بيها هنا؟ احنا ملناش اي علاقة بالحياة خارج الدير. مفهوم مفهوم. الحكاية ببساطة ان الرسامين هيرسموا بعض اللوحات لبعض الفتيات، يعني مش مطلوب منهم غير انهم يقفوا في هدوء لحد الفنانين اللي معايا ما يعملوا مهمتهم ونروح طوال. يرسموهم يعني ايه؟ اللي بتقوله ده غريب. احنا عايشين انا بنفذ اوامر الامبراطور، وانت عارفه يا امي بقى الامبراطور ده كلاديانوس. اذا كان سمح لكم بالاقامه هنا فممكن بقى جلالته يتنازل عن السماحه دي ويتعامل معاكم بطريقه تانية. انتشروا. ايش رايك يا مولاي؟ ممكن المملكه يكون فيها جمال بالروعه دي؟
انت متأكد ان الرسام رسم بنت من المملكة ولا رسم فينوس آلهة الجمال؟ واسمها أرب سيما. وعلى فكرة يا مولاي أصلها ينحدر من سلالة الإمبراطور أغسطس قيصر، ورئيسة الدير هي اللي أشرفت على تربيتها. انت عايز تفهمني ان في جمال بالروعة دي ممكن في لحظة يتجسد لإنسانة من لحم ودم؟ أفهم كده يا مولاي إنك لقيت اللي بتدور عليه؟ لقيته. أول مرة أكتشف إن الحقيقة أجمل من الخيال. أنا حددت ميعاد العرس بعد أسبوع. ادعي كل الأمراء والملوك للحفل. قرار صائب يا مولاي. أجمل فتاة في المملكة لازم تكون زوجة لأجمل فتاة في لأعظم إمبراطور. لكن ده مستحيل. مستحيل أنا وهبت نفسي للرب، وهبت نفسي للبتولية. ساعديني يا أمي، أنا لازم أقدم نفسي للمسيح طاهرة ونقية. مستحيل أخلي حد يدنس بتوليتي. اطمني اطمني وخلي تكالك على الرب، وما تنسيش ان الرب بيقول يدعوني فاستجيب له، معه انا في الضيق انقذه وامجده. الامبراطور حدد ميعاد العرس، هيجوا ياخدوني بالقوه. لازم نلقى حل، الوقت بيجري بسرعه. انا بعت لابونا عشان يجي يشاركنا في القرار اللي هناخده. الوزير ادانا مهله عبال ما تجهزي نفسك ويجوا ياخدوكي. في خلال المهلة دي يكون ربنا فتح لنا طريق للنجاة. المهم دلوقتي نصلي عشان ربنا يمرر علينا التجربة في خير وسلام. سامحني يا رب واغفرلي، لحظة نسيت انك معايا وترعاني، نسيت كلامك لما قلت سببتم فيا وسبب كلامي فيكم. تطلبون ما تريدون فيكون لكم. يا رب إن كنت أبكي في الظلام هيئ لي أنت طريق النور. كنت أشعر بالإعياء أعطني أنت القوة. حينما أفقد قوتي إنحني أنت الشدة، فأنت ربي وإلهي ومخلصي يسوع المسيح. الموضوع ما عادش متعلق بأمنا أرباسيما لوحدها، لا، القضية أصبحت قضية دير الراهبات بكل اللي فيه. إذا كان عليا أنا مستعدة للتجربة مهما كان رد فعل الإمبراطور، أكيد الرب يسوع هيقويني عشان أتحمل. رفضك الجواز من الإمبراطور يا بنتي هيخليه يخرج عن شعوره، وانتقامه مش هيكون منصب عليك لوحدك. أكيد هيفكر ينتقم من كل راهبة في المدينة، هيشوف في صورة كل فتاة مسيحية أرب سيما اللي رفضته. هو ده اللي معذبني، إني أكون السبب في عذاب إخواتي، هما ملهمش أي ذنب. وإنتي كان إيه الذنب اللي عملتيه؟ اللي حصل معاكي كان ممكن يحصل معايا واحدة في الدير. ما تحمليش نفسك أكتر من طاقتها. المهم دلوقتي نفكر هنعمل إيه. متى طردوكم من هذه المدينة فهربوا إلى أخرى؟ إذا كنت بتفكري في الرحيل يبقى لازم يكون في أسرع وقت. بس المهم هنروح فين؟ نهرب في أي سفينة على مصر، ومن هناك نروح على فلسطين مهدي يسوع المسيح. أنا معاكي في الرأي ده، وبعد ما نوصل فلسطين وناخد بركة الأماكن المقدسة أكيد الرب هيدلنا على طريق الخير. يعز علينا فراقك يا بونا. ومين قال إن أنا هفارقكم؟ أنا جاي معاكم، وإذا كان الرب تعطف عليكم وسمح لكم انكم تشيلوا صليبه اديوني الفرصه ان انا اشيله معاكم. رحلتنا صعبه وطويله، يقوينا الرب عليها. انا هروح اشوف وسيله للسفر بعيد عن عيون الامبراطور واعوانه، واذا اراد الرب وفقني هرجع لكم قبل الفجر. ادينا يا رب القوه وعنا على جهادنا للنهايه. ما تسمحش يا رب العدو الخير انه يقرب من قطيع رعيتك. ادي حياتنا امامك بنسلمها بكل امانه. ما
مهما حصل يا رب عشانك هنتحمل كل ما هي. مهما على الغرب أو نتغرب أو علشان اسمك نتغرب مش راح نبعد عنك أبدا ما انت معانا في كل مكان. مهما هنهرب أو نتغرب أو المكان مفهوش حد. يعني ايه مش فاهم؟ احنا دورنا في كل مكان ملقناش حد. هربت؟ هربت يعني ايه؟ هربت ازاي؟ هربت ليه؟ اكيد اتجننت يا مولاي. يعني بترفض الجواز من الامبراطور؟ بترفض الجواز مني؟ قلبوا عليها روما بيت بيت وشارع شارع. أنا هعرف إزاي أدفعها التمن غالي. وللأسف يا مولاي إحنا دورنا عليها في كل شبر في المدينة بس من الواضح إنها سابت المدينة كلها وهربت. هربت من المدينة؟ وإنت كنت فين وجنودك كانوا فين؟ اسمع، تجيب لي كل الراهبات اللي في الدير وتجيب لي الرئيسة بتاعتهم وأنا مش هيهدالي بال لما اشوفهم متعلقين قدامي. اهو للاسف يا مولاي. اسف تاني؟ وهم اسفين، للاسف الاولاني هروبها هي والتاني هروبهم هم. بعد التحري والتقصي عرفت من المصادر موثوق منها انهم في الفجر خدوا سفينه وسابوا المدينه كلها وهربوا كلهم كلهم. وطبعا تعبت كتير لغاية ما وصلت للمعلومات العظيمة دي. الشيء اللي أنا مش قادر أفهمه إزاي أنا صابر عليك لحد دلوقتي. أوعدك يا مولاي إني ألاقي أجمل منها وأفضل منها وأحلى منها، هلف كل المدينة شارع شارع. مش عايز أسمع صوتك. كل بنات المملكة كوم والبنت دي كوم تاني. الحكاية ما بقتش واحدة جميلة عايزة اتجوزها، صحت فيها رغبة الانتقام ولازم احققها. البنت دي لازم تبقى بتاعتي، تبقى ملكي. اسمع كلامي وافهمه كويس، انا عايزك تعرف لي خط سر خطوة بخطوة. ابعت رجالتك وراهم يدوروا عليهم في كل مدينة وكل ميناء
واول ما يلاقوهم تديني خبر في الحال. ابعد عن وشي. صدقني يا أبانا، إحنا حسينا بالأمان من لحظة ما دخلنا أورشليم. مهد الرب يسوع مكان مبارك تستجاب فيه الدعوات، وإحنا بيوتنا وقلوبنا مفتوحة لكم ومستعدين نخوض معاكم التجربة. للأسف مش هنقدر نقعد هنا كتير، لأن عيون الملك ورانا وأكيد هيعرفوا مكاننا. عشان كده لازم نسيب أورشليم في أقرب وقت. أنا عاوزكم الحقيقة إنكم كلكم ترفعوا قلوبكم لربنا، وما تنسوش قول الكتاب، الصديقون صرخوا والرب استجاب ليهم ومن جميع شدائدهم نجاهم. احنا لما وصلنا اسكندرية كان عندي احساس ان جنود الامبراطور هيقبضوا علينا واحنا هناك، وتينا خرجنا منها بسلام ووصلنا اورشليم. صدقيني انا كنت خايفه زيك بالظبط، لكن لما جينا هنا وزرنا الاماكن اللي عاش فيها الرب يسوع قد ايه حسيت بالطمانينه والامان. بس الام اغاثي بتقول ان احنا لازم نسيب اورشليم. احنا بقالنا هنا 3 اسابيع، مش بعيد يكون الامبراطور عارف مكاننا. يبقى نسلم امرنا لربنا واكيد هو هيدلنا على الطريق. خير. شفتيها يا امي وكلمتك وكانت لابسه ايه؟ وكلمتك عننا؟ طب قالت لك ايه؟ شفتها وكلمتني وكان صوتها في وداني زي ترنيمه ملائكيه اول مره بسمعها، ونظرتها تدي احساس بالطمانينه والراحه، وقالت لي ان الرب راعي وابدا ما يسيبش قطيعه للذئاب، وطلبت مني روح قديسه. قديسه؟ قديسه اللي فيها المنديل اللي مسح بيه فيرونيكا وجه السيد المسيح؟ بالظبط، هناخد بركة المنديل ومن هناك هنسافر لجبال أرارات في أرمينيا، المكان اللي كرس فيه القديس تيتس الرسول. أنا كنت متأكد إن الرب هيبعت لنا رسالة يطمننا، لكن بتخيلتش أبدا إن الرسالة دي هتكون على إيد أم النور العذراء مريم. إحنا بإذن المسيح مع أول نور لفجر يوم جديد هنكمل رحلتنا. أنا اعتقدت في وقت من الأوقات إن الحرية اللي بتمتع بيها الوالي في إدارة شؤون ولايته ده ممكن يعود على المملكة كلها بالخير، لكن يظهر اللي أنا كنت غلطان. مملكة لازم يكون لها نظام عام وأكون أنا متحكم في النظام ده. اسمح لي مولاي أقول رأيي. جاليريوس، انت عارف اللي انا بحترم رأيك، انت مش بس جوز بنتي اللي انا بعتز بمصاهرته، انت عارف انك دراع اليمين اللي بعتمد عليه في ادارة شؤون المملكة. وده يشجعني يا مولاي اقول ان محاولة تغيير نظام الحكم الداخلي للمملكة امر في غاية الخطورة،
لكن في خطر اكبر من كده بكتير قوي يا مولاي. خطر؟ خطر ايه؟ المسيحيين اتباع المسيح اللي بدأوا ينتشروا في كل شبر في المملكة. مش كده وبس يا مولاي، لا ده عددهم بيزيد يوم بعد يوم بمعدل خطير جدا. فدي عندك حق، انا عارف ان انا كنت متسامح معهم اكتر من اللازم لما قبلت بوجودهم في المملكة، وكانت النتيجة انهم بيمثلوا دولة داخل الدولة. اعتقد يا مولاي اننا لو سيبناهم اكتر من كده هيسببوا لنا متاعب ومشاكل احنا في غنى عنها. انا عارف ان القضاء عليهم اصبح ضرورة، لكن انا عارف يا مولاي الملكة الكسندرا زوجتك متعاطفة معاهم، لكن مصلحة الملك فوق كل اعتبار. لا لا، تعاطف الملكة معاهم مش هيمنعني من القضاء عليهم. انا بفكر فيه هو درجة الإيمان اللي بيتمتعوا بيها. شفت منهم مستعدة تتنازل عن ملك الدنيا بسبب إيمانها. والمريض بالإيمان علاجه الوحيد الموت. يا بنتي ما عادش فاضل كتير، واي مدينه تقابلنا هندخل ونستريح فيها. يا بونا يا بونا، المكان ده كله جبال ومش باين في اي بلد قريبه. شدي حيلك امال، انت عارفه ان اي صعاب تقابلنا هتكون ارحم من الوقوع في ايد الامبراطور ورجالته. ايوه امنا اغاسي، بس ما تنسيش نحنا بقالنا اكتر من اسبوع ماشيين وسط الجبال، وانا خلاص هموت من العطش مش قادرة استحمل. يا بنتي الرب قادر يفتح لنا طريق النجاة، يلا وربنا معانا. انا حاسة ان اللي احنا فيه ده اختبار حقيقي لقوة ايماننا، وعندي امل اننا ننجح في الاختبار ده. كملوا انتوا، سيبوني هنا. مستحيل، احنا قبلنا نمشي الطريق سوا وهنكمله مع بعض. شايف المكان اللي هناك ده؟ انا بقول نقضي الليلة دي فيه. النهار لسه طويل، ولو مشينا شوية ممكن نوصل لأي بلد. انا شايف ان بلاتك تعبانين ومش قادرين، ومن الافضل اننا نستريح هنا شوية. اللي تشوفه يا بونا. انا عارفة انكم تعبانين وان الرحلة صعب، لكن صدقوني الرب اللي ساعدنا لغاية دلوقتي مستحيل هيتخلى عنا. هو الأكل اللي معانا يكفينا كم يوم؟ مش أكتر من 3 أيام. الأكل مقدور عليه، بناتك متعودين على الصيام، لكن العطش صعب ومش هيقدروا يتحملوا أكتر من كده. أمنا أغاسي، يا أمنا أغاسي، في ناس عايشة هناك. أهم هناك. واضح إنهم عايشين هنا، يبقى أكيد عندهم مي.
انا اقدر انزل لهم واطلب منهم شويه مي. استني يا بنتي، الناس دول شكلهم مرضى ومرضهم خطير، عشان كده طردوهم برا المدينه عشان ما يعدوش حد. تقصد يا ابونا مرض الجزام؟ مرض الجزام او مرض البرص، الامراض دي اصبحت منتشره بين المدن وعلاجها اصبح ضرب من الخيال. يعني ما اقدرش انزل لهم؟ لا يا بنتي خليكي بعيد، الناس دول مرضى ومرضهم خطير، ممكن يعدوا اي حد. ربنا يبعدنا عنهم، ربنا قادر يفتح لنا طريق تاني. حاولي تتكلمي معاهم وتقويهم، وانا هروح ابص على المكان، لان الناس دول مدام هنا اكيد في مدينة قريبة مننا. بينا نصلي مع أمنا رمسيس. انظر واستجب لي يا ربي وإلهي، أن ارعي لألا أنام نوم الموت، لألا يقول عدوي إني قد قويت عليه. الذين يحزنونني يتهللون إن أنا زللت. يبتهج قلبي بخلاصك، وسبح الرب المحسن إلي، وأرتل لإسم الرب العالي. هللويا. من السطور اتفجرت يا نبي عم تنبض بالحياة، قلوب كتير يا ربي للعطشان، ودماؤك يا يسوع رمز الفداء. لم يعطشوا في القفار التي صيرهم فيها، أجرى لهم من الصخر ماء وشق الصخر ففاضت المياه. كل فتيات المملكة تتمنى تراب.
نشكر ربنا اننا قدرنا نلاقي مكان نعيش فيه وبالدم البسيط ده. صاحبة المزرعة مسيحية ومن الطبيعي انها تتعاطف معانا في محلتنا. بس هنعيش ازاي؟ احنا اخر فلوس كانت معانا دفعناها في الايجار. طالما ان المدينة فيها مسيحيين يبقى نطلب مساعدتهم واكيد مش هيتأخروا. يا ريت، بس انت عارفة ان احنا لازم نفضل متدارين عن العيون. وعلى العموم الرب يقيت الطيور في أوكرها، يعني مش ممكن حينسانا. احنا قطعنا رحلة طويلة وعدينا مصاعب كتيرة، وده حصل لان ايد الرب دايما كانت معانا وبتعمل في حياتنا. احنا نقدر نعيش هنا زي ما كنا عايشين في الدير ونعمل اشغال ونبيعها في السوق. شدوا حيلكم انتوا وسيبوا علي انا موضوع البيع. وهنفضل هنا لامتى؟ لغاية ما يأذن الرب بالرحيل. وكويس ان البيت على اطراف المدينة وفي مكان متداري عن العيون. قادر الرب يخرجنا من المحنة دي على خير. ارمينيا، وصلوا ارمينيا، انت متأكد من المعلومات دي؟ يا مولاي انا متتبع خطواتهم من لحظة خروجهم من فلسطين لغاية وصولهم لارمينيا، ورسالة من جلالتك للملك ترطاد هيؤمر بالقبض عليهم، وخلال ايام بسيطة هيبقوا قدام جلالتك في انتظار الحكم العادل. لو سمحت لي يا مولاي، انا شايف ان القبض عليهم ورجوعهم المملكة هيخلي الناس تسأل عن سبب هروبهم، والكلام هيكتر ويزيد عن البنت اللي هربت ورفضت الجواز من مولاي الملك الامبراطور. هيقولوا ايه؟ مجنونة؟ لا، هيقولوا انها تحدت رغبة ملكية وفضلت الموت عن الجواز من مولاي الامبراطور. يتقطع لسان اللي يقول كده ويكون عبرة لأي حد من الشعب. جالاريوس على حق، أنا مش ناقص اضطرابات في المملكة أكتر من اللي احنا فيه. أنا اللي يهمني دلوقتي القضاء على الاضطرابات مش نزودها، خاصة وأن قرار جلالتك بتعديل سياسة الإمبراطورية إلى نظام الحكم المركزي هيحتاج لبعض الوقت عشان الملوك والولاة يتقبلوه. واضح أن موضوع أرابسيما الجميلة جاي في وقت غير مناسب بالمرة. أفهم من كده يا مولاي أننا ننسى موضوع الراهبات واللي عملوه؟ لا لا طبعا، لكن ممكن ملك أرمينيا ينفذ فيهم حكم الإعدام. ورغبتك فيها يا مولاي؟ أرابسيما الجميلة، شؤون الحكم، شؤون الحكم في البلاد احيانا بتفرض على جلالة الملك التنازل عن بعض رغباته في سبيل الحفاظ على عرش الامبراطورية. اكتب رسالة للملك ترطاد. امر مولاي. الى الملك ترطاد ملك أرمينيا، هنقول فيها ايه يا مولاي؟ من القيصر دقلديانوس الى الملك ترطاد ملك أرمينيا، تحيات القيصر لك. العذراء زوجة، لكنها رفضت وهربت هي ومن معها إلى فلسطين ثم إلى بلادكم، فأرجو أن تبحثوا عنها هي ومن معها، وعندما تجدهن احكم عليهن جميعا بالموت، ولتصحبك معونة الآلهة العظام إمضاء حضرة القيصر دقلديانوس. هاهاها
العذراء الجميلة رفضت الجواز من الإمبراطور، عارف ده معناه إيه؟ معناه إيه؟ إنه محليش في عينيها. ومش كده وبس يا مولاي، ده بيقولوا إن جمالها فوق الوصف، وإذا كان فيها مولاي جمال بالشكل ده لازم جلالتك تعينه بنفسك. يعجبني فيك دهائك يا رئيس الحرس. من بعض ما عندكم يا مولاي. أنا بقول نأجل شوية حكاية الإعدام دي. بيني وبينك الكلام عن البنت دي شوقني أشوفها. أنا عايزك تجيبها لي هنا في القصر. ها؟ في القصر يا مولاي؟ هنا؟ بس جلالتك عارف إن جلالة الملكة أشخينة ممكن الملكة أشخينة كان نفسها تزور أهلها من زمان، وأظن الوقت مناسب جدا علشان نحقق لها رغبتها دي. وبعد ما تسافر ممكن تجيب لنا العذراء الجميلة علشان نعاين جمالها. ولو رفضت يا مولاي تجيبها بالأول. ها؟ وبعدين تسيب الموضوع علي أنا. أنا أعرف إزاي أتعامل مع النوع ده. تأثير مولاي على النساء لا يقاوم أبدا يا مولاي. وهي البنت من دول تتمنى إيه في الراجل؟ أكتر من الوسام والذكاء يا مولاي والوقار، وأهم ما في الراجل يا مولاي الدهاء والأناقة واللباقة. اسمع رئيس الحرس. أمر مولاي. أنا عايزك تقلب عليهم المدينة كلها، وأول ما تعرف مكانهم تديني خبر بسرعة. أنا عايز الموضوع ده يتم في أسرع وقت ممكن، فاهم؟ ولأنه بيحبنا اتألم من أجلنا، تعذب كتير قوي علشان، وطول ما احنا بنعمل الخير يا ولاد هيفضل الرب يسوع دايما معانا، في اي وقت نحتاج له هنلاقيه دايما جنبنا. علشان كده لازم ايه؟ نصلي له ونشكره، ولما نغلط نطلب منه يسامحنا ويهدينا. انا بحب ربنا يسوع قوي. هو كمان بيحبك قوي، بس لازم تسمع كلامه. وهو فين عشان نروح له ونسمع كلامه؟ كلامه مكتوب هنا في الانجيل، انا هقرا وانتوا تسمعوا. مش كفايه كده عليهم؟ الليل قرب يدخل ولازم يروحوا. انا ذكروا عليا مش عايزاهم يبعدوا عني ابدا، ويفضلوا دايما معايا، واحنا كمان عاوزين نفضل معاك. لازم تروحوا دلوقتي عشان اهاليكم ما يلاقوش عليكم، ونيجي بكره نسمع حكايه ربنا يسوع. وتيجوا بكره تسمعوا حكايه ربنا يسوع. احنا نروح ننام، وأول ما نصحى هنجي هنا على طول. وأنا كمان هستنيك. استفاناكس، أنا طول عمري بعتبرك عيوني اللي بشوف بيها كل حاجة في المدينة، ودانك اللي بتسمع بيها كل كلمة بتتقال بين الناس. بص يا استفاناكس، في مجموعة من الأغراب دخلوا المدينة من كام يوم، بنات من اللي بيقولوا على نفسهم دول أتباع المصلوب. فتح لي عينيك كويس ودانك، عايز أعرف عايشين فين وإزاي ومين اللي بيساعدهم. عايز أعرف كل حاجة عنهم يا استفاناكس، بس أهم حاجة عندي السرعة في الأداء والسرية التامة. قبل غروب شمس يوم جديد هتكون المعلومات اللي جنابك عايزها بين ايديك. دول خمس عقود، وعلى اخر النهار هكون خلصت عقدين تلاتة. ربنا يبارك في عمل ايديك. امنا مرسى. ايوه يا امينه. انتي لسه عندك قمح؟ لسه اخر شويه، راح اخبزهم دلوقتي. ادي منى جه جبت لنا القمح. يا منى جبت لكم قمح وخضار وكل اللي محتاجينه. نشكر ربنا، التاجر اشترى كل العقود واواني الازاز اللي بناتك عملوها. اشتريت اللي اشتريته وادي الباقي.
نشكر ربنا. مش كده وبس، ده كمان عرفني على تاجر تاني لما شاف العقود طلب ياخد اي كمية نقدر نعملها. الفلوس دي جت في وقتها، ربنا عالم قد ايه احنا محتاجين لها. انا عيوني منتشرة في ارجاء المدينة وما فيش حد غريب يقدر يدخلها من غير ما اعرف هو حكايته ايه وجاي ليه. يعني عرفت مكانهم؟ بيعملوا اشغال من الازاز وعقود للستات، ومعاهم راجل كبير بياخد الشغل ويبيعه في السوق. استفاناكس، انا عايز الكلام المفيد. اللي بيشتري الشغل من الراجل ده عرفني عليه باعتباري تاجر كبير مستعد يشتري منه اي كمية. يعني الراجل صدق واطمن لك؟ ها اطمن لي على الاخر. ولما مشي فضلت ماشي وراه لحد ما عرفت هم عايشين فين. ده انا تلميذك وما يتخافش عليا. هاي يا استفاناكس. انا هبعت معاك بعض الجنود يحاوطوا المكان اللي هم فيه، بس زي ما اتفقنا في هدوء وسرية تامة. ها يعني مش هنقبض عليهم؟ استنى مني الاوامر، ولحظة القبض عليهم هكون معاك. ومستني ايه؟ الملكة عشقين خلاص سافرت، وانا في اشتياق لمقابلة الجميلة عرب سيمة. اديني الامر يا مولاي وعليا الطاعة. انا رايح احضر المباراة النهائية في المصارعة، ما انت عارف ان هيراقليتس داخل المسابقة، وعايز اول ما ارجع الاقي الجميلة عرب سيمة هنا في القصر في انتظاري. امر يا مولاي. رئيس الحرس الملكي لمدينة ارمينيا. انا جاي ارحب بيكم في بلادنا وانقل لكم تحية ملك البلاد. واحنا بنشكر الملك على عظيم محبته. احنا عرفنا بالمشكلة اللي حصلت بين بنتكم أربسيما وجلالة الامبراطور دقلديانوس، والملك درداد هيتفضل شخصيا ويحل المشكلة بنفسه، بس جلالته ليه طلب صغير قوي، عايز يقابلها في القصر. اظن ما عندكوش اي مانع. أربسيما وهبت حياتها للصلاة والتعبد، وياريت الملك يسيبنا نعيش في سلام. لا ده اللي قالوه عنك اقل بكتير من الحقيقة، بس جلالة الملك هيزعل قوي لو عرف انك رفضت تقابليه. بس دي مسألة كرامة، وكرامة مين بقى؟ الملك شخصيا. يا ريت الملك يقبل اعتذاري. ها كده؟ طيب ما على الرسول الا البلاغ. انا اسف، الكلام خدني وكنت هنسى اوامر جلالة الملك. اصل الملك قال لي ان احاول اجيبك برغبتك، وقال لي كمان لو رفضتي ان انا اجيبك بالقوة. قبض عليها. تقبض عليها ليه؟ محدش قرب منها. انا سيبني هنفذ الاوامر. شلوانو، الملك موجود جوه ولا في حديقة القصر؟ جوه، لكن جلالته طالب ان محدش يزعله. يظهر ان جلالته حزين جدا بعد اللي حصل في المباراة. قصدك يعني ان هيراقليتس انهزم في المباراة؟ للأسف هو ده اللي حصل، وياريت معاليك لو عندك أخبار تدخل السرور داخل قلب جلالته. سروره بس؟ ده أنا عندي أخبار تخلي قلب جلالته يرقص من الفرح. أنا مش عارف إزاي سميتك هيراقليتس، أول ما شفتك قلت إن عينيك حادة وفيها ذكاء ما شفتهمش قبل كده، لكن للأسف خيبت ظني فيك وانهزمت من ديك يملكوا أحقر واحد في الرعية. لو موتك ده كان يشفي غليلي كنت دبحتك بعد المباراة على طول، لكن للأسف ده ما يكفينيش. أنا هنتف ريشك ريشة ريشة علشان تكون عبرة لكل الديوك اللي زيك. يا ديك مولاي. ها عملت ايه؟ عملت اللي كان لازم اعمله يا مولاي. وهي فين دلوقتي؟ موجودة في الحجرة الملكية زي ما جلالتك امرت. هي صحيح جميلة؟ هي جميلة بعقل يا مولاي،
دي جمالها يخطف العيون والقلوب بمجرد رؤيتها. بس من الظاهر يا مولاي انها من النوع اللي ما بيستسلمش بسهولة. لا اطمن، انا اعرف ازاي اخليها تستسلم وتخضع لرغباتي. الجميلة في انتظار جلالتك. انت عملت اللي عليك. بعد اذني مولاي. مولاي الأميرة خسر واخت سموة طلب الإذن بالدخول. خليها تدخل. مولاي خسر أختي الحبيبة طلباتك أوامر ملكية. أنا لي عتاب عند مولاي، وأظن من حقي كأخت مخلصة إني أقدم النصيحة. وأظن من حق الملك إنه يقبل النصيحة أو يرفضها. اتفضلي اتكلمي. الراهبة اللي جلالتك أمرت يحجزوها في حجرتك. أنت شفتيها؟ هي صحيح جميلة زي ما بيقولوا؟ يا مولاي الملكة أشخين مش ممكن هترضى باللي بتعمله. الملكة أشخين خلاص سافرت علشان تزور أهلها. جلالتك اللي أمرت بسفرها عشان تدخل الراهبة حجرة نومها الملكية. بس أنا ما قصرتش في أي حق من حقوق الملكة. أنا خايفة عليك من غضب الآلهة. وأنا سعيد بخوفك عليا ده، وياريت تقدمي بعض القرابين لإله الحب كيوبيد علشان يقف معايا عن إذنك. ممكن يا أبونا تكتب لنا رسالة؟ رسالة؟ وهتكتبوها لمين؟ ربنا يسوع المسيح. وهتقولوا له فيها ايه؟ نقول له ليك ويجيب معاكوا سكين عصمين الاخت قرباسيمة من ايد الملك. اطمنوا الرسالة وصلت واكيد ربنا هيسمعها منكم. اختنا قرباسيمة وحشتنا قوي، عايزين نشوف الاخت قرباسيمة. قالت لنا لو طلبنا اي حاجة من ربنا يسوع مش هتأخر عنا. ربنا دايما معانا وبيسمع ندانا. يا رب يسوع المسيح لا تترك هؤلاء الوثنيين ينجسون اسمك القدوس. حقق لي يا رب روبتي فان اسلمت نفسي طهرا ونقيا. يا رب انت قادر ان تعبر بي هذه التجربه. انت قادر يا رب ان تحفظ بطولياتي حتى اموت على اسمك. رئيس الحرس كان عنده حق، انتي اجمل من ان الكلمات توصفك. تعالي قربي مني ما تخافيش، انسي ان الملك درطاد واعتبريني واحد عاشق للجمال اراد ان يتعبد في محرابك. ارجوك سيبني اخرج من هنا وارجع لحياتي اللي اخترتها. سيبيني انا اختار لك الحياه اللي تتناسب مع جمالك. انتي لازم تكوني ملكه، ملكة في مملكة الحسن والجمال. انت مش فاهم، انا مملكتي مش هنا، انا مملكتي فوق عند رب المجد يسوع. انا عارف انك من اتباع ناصري، لكن ما تخافيش الوقت لسه قدامك وقدامك فرصة للرجوع. الفرصة قدامك انت، طريق الايمان مفتوح لكل انسان. انت شوية شوية هتطلبي مني اني اكون من اتباع المصلوب. ده شرف يتمناه اي انسان عاقل. الانسان العاقل ممكن يتجنن لما يشوف الجمال ده بين ايديه من غير ما يقدر يوصله. لكن على العموم انا مش مستعجل، واكيد لما تعرفي النعيم اللي مستنيكي انا متأكد انك هتغيري رأيك. احفظها يا رب من عدو الخير، نجيها من فخاخ الشيطان، قويها على الصبر والاحتمال. ده عقد من اللول الحر، مش هيلاقي اجمل ولا احلى من رقبتك علشان يتلف حواليها. يا
إسورة ملهاش شبيه في كل ممالك الأرض. بص لي ده من الحبيب الطبيب، وده كله ليكي، وانا وكل اللي في القصر مستعدين لخدمتك. انا بحط كل متعة الدنيا بين ايديكي. متعة دي ملهاش اي قيمة قدام متعة الروح لما تقرب من رب المجد يسوع. انا بقدم لك السعادة مجرد سراب، والمال والثروة وهم ضايع، والسلطة والجاه مجد زايد. انا مش قادر افهم مين اللي حط الافكار دي في دماغك، بس اللي لازم تفهميه كويس ان وجودي على كرسي الملك علمني ازاي امد حبال الصبر لغاية ما اوصل للي انا عاوزه. انا عايزك تحطلي عليها حراسة مشددة وقبض على كل اللي كانوا معاها. انا عايز اعرف مين اللي سمم عليها بالافكار الغريبة دي. اكيد اللي اسمها غاس يا مولاي هي المسؤولة عنهم، لانها كانت بتعلمهم. انا بقول ننفذ حكم الامبراطور ونعدمهم. بس انا لسه ما يقصتش، بكره اقبض عليهم كلهم واحبسهم، وهات لي المسؤول عنهم هنا. امر مولاي. الملك ديرتولد. اهلا بسمو الامير. انا عرفت انك رفضتي الجواز من الامبراطور ديكلاديانوس، وعارفه كمان انك بتفضلي الموت عن الاستسلام لرغبات اخويا الملك ديرتولد. لكن الشيء الغريب انك مش خايفه من غضب الملك، والاغرب انك ما خفتيش من رد فعل الامبراطور. انت ما بتحسيش بالخوف؟ وقوفه جنبي يمنع عني الخوف، حمايته ليا تحسسني بالامان. هو مين؟ حبيته
وهبت نفسي. وده أمير ولا وزير ولا ملك؟ ملك الملوك. تضحى بنفسه من أجلي، من أجلك، من أجلنا كلنا. اللي هو مين؟ يسوع المسيح مخلص العالم. مفيش واحدة عاقلة ترفض الثروة والحياة وكل متع الدنيا علشان تمشي ورا كلام أفاق اتصلب زي اللصوص وقطاع الطرق. تسمحي لي اسألك سؤال؟ اسأل. انتي هتموتي؟ طبعا كلنا هنموت. تفتكري في حياة بعد الموت؟ اكيد اكيد في حياة تانية. يا ترى هتقدري تاخدي معاكي الجاه والمال والثروة وكل متع الدنيا للحياة التانية؟ انا ما فكرتش في الموضوع ده. هو في حد عاقل يفكر في لحظات هيعيشها على الارض وما يفكرش في الحياة الابدية اللي هيعيشها بعد الموت؟ بعد اذن جلالة الاميرة انا مضطر احرمك من الحديث معاها لانهم طالبينها في القاعة الملكية. استنى انا جاي معاك. اسف طالبينها لوحدها. مولاي ايه اللي انت بتعمله ده؟ في انسان عاقل يعامل سيده محترمه بالطريقه دي؟ ما هو جلالتك اللي مش عاوز اسمع اعذار. فك الحبل من ايديها الاول وحسابي معاك هيكون عسير. اتفضل. امر مولاي. انا اسف على الطريقه اللي جابوكي بيها هنا. انا كان كل قصدي ان انا ادعوكي للقصر علشان عايز اتكلم معاكي شويه. على العموم انا بقدم اعتذاري. مفيش داعي للاعتذار. انا مش هطول عليك. الموضوع ببساطة اني معجب ببنتكم أرابسيما، واعجابي ده ممكن يدفعني الارتباط بيها، وطبعا ده حلم بتحلم بيه اي بنت في المملكة. الامبراطور دقلديانوس سبق وعرض الجواز على أرابسيما ورفضت. بس اللي بيكلمك دلوقتي الملك درطاد مش دقلديانوس. أرابسيما ما بترفضش الجواز من شخص معين لأنها وهبت نفسها وحياتها لاسم الرب. أنا متأكد إن ليكي تأثير قوي عليها. وما تنسيش حاجة، إن الإمبراطور أصدر قرار بإعدامكم، لكن لو ساعدتيني ممكن ألاقي طريقة للعفو عنه. يا جلالة الملك أنا عاوز أقول. أنا مش عايز أسمع حاجة. خلي كلامك معها هي وأنا في انتظار القرار النهائي. دخلوا أرابسيما. أمر مولاي. أنا آسف إن أقولك إن رفضها معناه الإعدام ليها وليكم كلكم. أمي! سامحيني يا أمي على العذاب اللي أنا سببتهولك. لا ما تبكيش، انا عايزه اشوفك قويه وشجاعه، وافتكري دايما انك عروس الرب يسوع، واللي ساعدنا لغايه دلوقتي هيحافظ علينا للنهايه. انت بتقولي لها ايه؟ بقول لها ما تتنازليش عن محبتك للرب من اجل متعه وقتيه ملهاش اي قيمه. انت بكلامك ده هتتسببي في عذابها. العذاب من اجل الرب نايم تتمناه اي مسيحيه مؤمنه. انت ازاي تتجرأي وتعلي صوتك وتردي على جلاله الملك؟ أمي! اتشجعي يا أرابسيما، اوعي تستسلمي، أنتِ يا أمة العذراء مريم! خذوها من هنا، مش عايز أسمع صوتها! اقلدوها! اسيبوها! أمي! أمي! استسلمي! صوت الرب! أمي! أمي! أوعي تستسلمي! هو اللي هيحميكي! Thank you.
أرجوك اسمعي كلامي كويس وافهميني. انت صعبانة عليا، العذاب اللي مستنيكي مش هتقدري تتحمليه. ربنا هيقويني. يقويكي؟ هيقويكي على ايه ولا ايه؟ على الجلد ولا الحرب؟ ولا انت مش متخيله انا اقدر اعمل فيكي ايه؟ انت تقدر تعذب الجسد لكن الروح مالكش سلطان عليها. انا اقدر اخدك بالقوه لكن انا عايزك تستسلمي برغبتك. تجري ورا وهم وعمره ما هيتحقق. طب اشربي عشان نقدر نتفاهم. الموت عندي قهوه. الموت ده انت هتتمنيه لو غضبي زاد عن كده. قلت لك اشربي. نفسك من العذاب ولا مستعد اعوضك عن كل لحظه الم والا الرب عمي فلا اخشى ماذا يفعل بي الانسان. طب بصي لي بقى كويس وتاملي فيا بعينيك الجميله دي، فاهمه؟ دي اخر مره هتبصي لاي حاجه بعينيك الجميلة دي. قلت ايه؟ انا شايفة قدامي باب الملكوت، مشتاقة لحضن الرب. Thank you.
عايزك ترجع لها السجن بكره وتحاول معاها، يمكن بعد اللي حصل لها ده ترجع للي في دماغها وتسلم. مولاي ما اظنش انك بعد ما طفيت نور عينيها انها ترجع. طول ما هي عايشه هتفضل الرغبه جوايا حيه، وهفضل احلم انها تجيني وترجع تحت رجليا. انت لسه فيك حلو اللي بتعمليه ده؟ ما كفاك بقى. مولاي مولاي انت بتقول ايه؟ اللي سمعت يا مولاي مفيش على جسمها يا اصل للتعذيب، مش قادر انسى نظرتها ليا وانا داخل عليها السجن. نظره ايه يا بني ادم انت؟ يا عامية ما بتشوفش، فاهم يعني ايه ما بتشوفش؟ ما ده اللي هيجنني يا مولاي، كانت شايفاني زي ما انا شايفك قدامي كده يا مولاي. مولاي انا بقول ان احنا نبعد بعيد عنها. الغريبه يا مولاي انها ابتسمتلي. لا دي ساحره، وساحره كبيره قوي يا مولاي، ممكن سحرها طن، وانا صراحه بخاف من السحر يا مولاي. بلاش كلام فارغ، نزلها لي الساحه هي وكل اللي كانوا معاها. مولاي انا خادمك الامين ورئيس حرسك، انا بقول ننفذ فيها حكم الامبراطور في اسرع وقت. ليه؟ مولاي الكلام ممكن يدبر ويتمطور على اللي عملته أرسيمة معاك يا مولاي، قصدي رفضاء لأوامر مولاي ورغبته. مولاي أرسيمة كده كتبت نهايتها بإيديها يا مولاي. وفقا لأوامر الملك العظيم درطاد ملك أرمينيا، يتم تنفيذ حكم الإعدام على المدعوة أرابسيما وعلى كل من ساعدها لعدم إطاعتهم الأوامر الملكية، وذلك في تمام الساعة 9 من صباح اليوم الموافق 7 نوفمبر لعام 301. اللي عنده القدرة على الحكم عنده برضو القدرة على العفو. قلت ايه؟ العفو انا بطلبه من رب المجد عشان يقبلني في ملكوته. انا هموتك ببطء، وهقطع لسانك ده اللي قال لي لا، وهقطع جسمك حتت، وهرميلي الطيور علشان تنهش في لحمك. انا بديلك الفرصة الاخيرة وعايز اسمع ردك. نفذ حكمك بسرعة، انا مشتاقة لحضن الرب. انا مش عايزها تموت بسرعة، انا عايزها تتألم تتعذب تتقطع حتت. اشكرك يا رب سمحتلي اني اموت على اسمك القدوس. لا مش هضعف ولا
لازم تموت. ايوه كان لازم تموت زي ما مات هيراقليتس. ايوه زي ما مات هيراقليتس. عارفه ليه؟ علشان تكون عبره لاي واحده تتحدى رغبه ملكيه. هيراقليتس مات وقتلته علشان ما سمعش الكلام وخسر المباراه، وأريبسيما قتلتها علشان ما سمعتش كلامي. ايوه ما سمعتش كلامي. ثم انا اديتها فرص كتيره قوي كتيره قوي، وكنت مستعد احقق لها اي رغبه هي عايزاها، لكن أريبسيما، أريبسيما، أنت ما موتيش؟ أنت لسه عايشة؟ أريبسيما، رحت فين يا أريبسيما؟ أريبسيما! أريبسيما! أريبسيما، أريبسيما، أريبسيما. شعوره بالذنب اللي ارتكبه أفقده عقله وبقت حياته من غير معنى. واضح ان استشهاد أريبسيما هيكون شمعة تنور الطريق لعدد كبير من النفوس الضايعة. أريبسيما! 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 أرجوك تساعده، ارحم بموزوجة ملهاش أمل غير ان جوزها يطيب. أرجوك تشفيه. الشفاء من عند الرب، وزي ما انت شايفة انا سجين مش طبيب. كل اللي اقدر اعمله ان اصلي من اجله واطلب له الرحمة. اطلب من الهك انه يعفو عنه. امسح ذنوبك. دموع مش هترجع للراحة. انت مين؟ غريب في الدنيا، غايته وسعادته هداية النفوس الضالة. ابعد عني كلكم، سيبوني في اللي انا فيه. ندمان؟ لو الندم هيرجعها كنت هفضل ندمان عليها طول العمر. أريبسيما حية ما ماتتش. حية؟ ازاي؟ السيد المسيح بيقول من آمن بي ولو مات فسيحيا. بس أنا أمرت بإعدامها. دي ماتت قدام عينيا. الموت للجسد مش للروح. الروح لا حياة تانية في ملكوت الرب. روح اطردني، بتطردني. لا، ذنوبك هي اللي بتطردك. نفسي ارتاح. عاوز ارتاح؟ آمن، من يؤمن يرى مجد الله. أنا ارتكبت ذنوب كتير. إلهي يدعو الخطاة إلى التوبة. إلهك؟ أيوه،
تقصد إله ربسيم؟ رب المجد اللي أرسل ابنه الوحيد من أجل خلاص البشرية. اطلب للرحمة أرجوك، أرجوك اطلب للرحمة. هو الرب الرحيم الذي يقول من يقبل إلي لا أخرجه خارجا. خذ بإيدي. آمن واعتمد فيكون لك الخلاص. ياه الخلاص. الله يريد أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. ستظل سير القديسين والأبرار نبراسا ينير لنا الطريق وهداية لكل نفس تتوق إلى الإيمان المقدس.